ومين ده اصلا؟ يعني مين ده عشان ندخله حياتنا واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه؟ مش عارف احدد احساسي بيه. ايوه فاهمه قصدك، بس تقعدش تفكر في الموضوع كتير يا كريم. يعني خلاص هو الولد جه نصيبه كده. وبعدين يا كريم انت مش مسؤول عن قرارات باباك. خلاص ومفيش حد فينا هيقدر يرجع الزمن يساله هو عمل كده ليه. انا بالنسبه لي الصراحه اكتر حد مهم في الموضوع ده هو نونا، اكتر حد مشاعره اتجرحت، وانا شايفه ان هي متعامله مع الموضوع تمام. ايه العقل ده؟ منى الشاذلي. سيبنا ننام بقى لحد ما نوصل. كريم هو انت ممكن تخون مراتك؟ ايه؟ زي باباك بقى ورشدي وكده؟ والله يعني قد يبدو ان في حاجه في جينات العيله بتقول كده، بس انا صعب بصراحه. انا اللي هتجوزها دي هتبقى باربعه. كل شويه بموت كده، هي هتوفر عليا القصه دي، هتبقى جن شويه. كريم هو انت في حد في حياتك ومش قايل لي؟ كريم انت يا كريم، مين يا كريم؟ والله العظيم كريم هيخش بيكي في شجره، اقسم بالله. انت تنامي وما تتكلميش لحد ما نوصل. انا ما شفتش غباء كده في حياتي، انا تعبت. عيلة مستفزة. انت المستفز. وشكلك. وشكلك انت. مالك صامت وقامت كده ليه؟ لا أنا مركز بس في حاجة. مالك يا ماما؟ عمالة تحومي حواليا ليه؟ عايزة إيه؟ عاوز إيه يعني؟ عادي ما أجيش أشوفك يعني؟ يعني ما شفتنيش بقالك نص ساعة جاية تطمني عليا مثلا؟ أنا كويس الحمد لله. قولي يا حبيبتي عايزة إيه؟ مش عايز نخلص شغل وبعد كده نروح نتغدى سوشي؟ لا النهاردة مش هينفع والله. هخلص وهقابل بودة، هيوديني عند حد اصلح عربيتي. هو انت مش واخد بالك ان من ساعه ما بودة ظهر في حياتنا وانا بتغدى كل يوم من غيرك؟ اه انت مفلسه وعايزه اعزمك على الغدا. لا انا مش مفلسه خالص، انت بس وحشني وحاسه ان انت بقالك كتير قوي مشغول. بعدين في حاجات كتير قوي محتاجين نحكيها لبعض. ها لا مش هينفع النهارده، هروح اصلح العربيه. خليني ينفعك. طب يعني بما اني وحشك يعني كان حلو غيران عليا من بودة ولا حاجه؟ يا كريم بقول لك يا كريم في حاجات عايز احكيها لك. الله زي الواد بتاع خطوبه مروان. عريس الغفله؟ تاكلني وتحكي لي عن ام 100 مول وانا احكي لك بقى ساعتها، غير كده مالكش عندي حاجه. لا انا اصلا مش عايز اعرف عنك حاجه. احسن ولا انا عايز اعرف عنك حاجه. امشي. بقول لك هو انت بتستغبي ولا غبيه اصلا ولا بتستعبطي عليا ولا عايزه ايه؟ في ايه 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 ايه؟ يعني انت مش عارفه انا بتكلم على مين؟ مين؟ مش عارفه مين اللي انا بتكلم عليها. مين؟ انت كيمو. تعالى عايزك تبص لها التصميم ده. تصميم عصام. تعالى بس. تعالى عصام.